سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كدايره مع الصحه؟ شنو كتعاودوا؟ الامور مزيانه. عرفتي البنات، هذا ثاني فيديو والله اللي كندير. كنت كنسجل، كنتني سيليا ناعسه، كنت كنسجل شي شويه هيطنو. المهم كدايرين البنات؟ ياك مزيانين كي غاديين مع الصحه ومع الامور والخدمه. كنتمنى الامور كامله تكون لاباس، كلشي يكون مزيان، وكاع اللي كيدير شي حاجه يكون هو هذاك. البنات في المغرب راه عندكم العطله، شادين الدراري في المدرسه، تسمى العطله تلقى الراس تقلب. حنا هنا عندنا نهار 13 ان شاء الله غادي تبدا عندنا العطله. ايوا كي دايرين نتوما؟ كاين شي مخططات ان شاء الله الا بقينا في الحياه لهاد السيمانه سانطا؟ ايوا كل واحد اش كيقول. صراحه انا كنقول غادي نسافر نبدل الجو نمشي لفالنسيا. المهم قولي لنا اش كتقولي لنا، حنا مالنا؟ انا عا كنشارك معكم داوية خاويه البنات. المهم ندخل في المفيد. انتما كي كتشوفوا انا اليوم جايكم بالبلدي اللي هما الجلالب التقليديه، وبحثت لكم حتى في تيليجرام، قلت لكم دابا ندير لكم فيديو. صراحه الجلالب البنات زوينين، الثوب خفيف وكل شيء. هادو البنات صيفطاتهم لي الخياطه ديالي، يعني كتخيط لي، قالت لي مريم انا درت لك شي حاجه خفيفه حطيها بينيها باش الا عجبت الناس نخدموا عليها، علاش لا، موديلات صيفيين زوينين. المهم هادشي اللي كاين البنات. هانتوما كي كتشوفوا كي غتشوفوا الجلابه، صراحه هي بنت هاد فقاتها هي تعطيك الجلابه صراحه زوينه، اللي هو الثوب ديالها اللي سميتو الثوب الكمخه، زوين يعني لا كاليتي ديالو فنه، سبن ورد راه معروف، هو مبرد وجاي هابط وصيفي، وكاليتي ديالو زوينه. كيجي مخدوم بالبرشمان، ها هو هابط حتى لتحت، وعاد من بعد مخدوم بهاد منبت بهاد لي كريستال كي كتشوفوا. كيجي هنا البنات القب ديالو كيجي عادي، وعاد صراحة هاد اللوين هذا لي خدمة الخياطة زوين وعجبني من هاد الخليطة. الألوان الصيفية يا البنات، ديما صراحة تنقولها الألوان الصيفية رائعة، كي اللي كان فيهم كيجو فنين. المهم هانتوما كي كتشوفو البنات، غادي نحاول نهبط لكم الكاميرا لتحت وتشوفو. جاية الجلابة سامبل، جاية عادية وفيها فتحة صغيرة من التحت، نحاول نهبط لكم باش تشوفو. من هنا فيها فتيحة صغيرة وصافي، يعني جلابة عادية تلبسوها في هاد رمضان في هاد الصيفية مبردة الصخرة لأي حاجة بغيتوها البنات. هانتوما شوفو كي كتشوفو، صراحة البلدي لا يعلى عليه، مكاين محسن البلدي. جيبو المصريين، جيبو اللي جبنا التركي الهندي، ولكن كيبقى المغرب هو الطوب. الزيت التقليدي ديالنا هو الطوب، ولكن المشكلة اللي كاينة البنات هو شي شوية المنتوج ديالنا غالي شوية صراحة. يعني كيقول لك عادي خدمت المعلم، وهذا البرشمان، وهذا هكا وناسين وكا، ورسو بحتى تمشي العباية 55 أورو، كتقول يعني هذا هو الثمن مناسب وكا وكا، ايوا هادشي اللي كاين. بالنسبة للبنات هادي الثمن ديالها هنا، هاد جلابة ب 65 أورو، يعني جلابة خفيفية خفيفة كي قلت لكم لبس ورد صيفية. حتى في المغرب صراحة هانتوما كي كتشوفو واخا خفيفة أنيقة، جاية مبوق صافي اللبسة، وعيه هكا مع صبيبات ولا صنيديلة جاية زوينة وصويك، وانتي غادا مفركسة. صراحة يعني جلابة فنة كي كتشوفو زوينة، وتا الفصالة ديالها حيت ديما نقولها من ناحية ديال الفصالة، كتسرع الفصالة البنات. ايوا هانتوما بالنسبة لهاد هاد الزواقني هنا، هانتوما كتشوفو هاد الحجيجة، هاهو صراحة زوين، حجر زوين مخدومة مزيان، هادشي لي كاين البنات. بالنسبة هاد الموديل، وتقدر تخدمو ليكم بأي لون بغيتو. هادو البنات كيتخدمو وما كيتعطلوش، حيت أصلا خفاف ما فيهاش يعني شي تنبات، وما فيها نيران داني تا حاجة، أي لون بغيتوها تخدمو ليكم. دابا غادي نلبس ليكم واحد الموديل آخر، صراحة هادا عجبني أنا، عجبتني خفيف ومزيونة، غنلبس ليكم موديل آخر البنات. هانتوما البنات، تبقى عاوتاني هاد الموديل هذا. هادي شوي كبير عليها، هادي ديال المولاتة البنات، يعني صراحة مخيطة المولاتة، كتجي تا هي عملية عادية بسيطة، هابطة هكدا. بدل هادي الخيطة اللي ولات دابا خارجة في الموضة في المغرب، مبقوش كيديرو سميتهم هادوك العقايد. كتجي هنا فيها طرزة خفيفة، يعني مديرة هكا بالمنزونة، طرزة خفيفة ماشي شي، يعني زعما ماشي شي طرزة هكا، عملية ديال تسخار ديال الخريجة عادية، يعني ماشي ديال شي حاجة. وبالمليفة البنات لي الكاليتي ديالها زوينة، راه نتوما غادي تبان ليكم المليفة، معروفة المليفة لي الكاليتي ديالها زوينة.
كتبقى تكمش شويه. كتجيها هكا هكا ويدي ماما انتما حتى هي عاوتاه جايه سامبل وزوينه انتما يعني يديها حتى هما عادي جلابه عاديه هابطه هي ولات كتخدم هكذا هكا باش كتخدم بلا سفايف هكا هذه كاينه ودابا غادي نوريكم جلابه اخرى ان شاء الله. ها انتما عاوتاني البنات مع هذه الجلابه هذه اللي خرجات في لامود خرجات في لا طوندونس اللي كنقولوا ها هي كي كتشوفوا لامونطارد صراحه لامونطارد غزال خيوط بالزرق ملكي هذا بضرب البنات بالزرق ملكي ها انتما كي كتشوفوا هادي هي اللي خارجه موضه هكذا بالساشيات بالشاشيات مليفه البنات مليفه الكاليتي زوينه هانتوما كي كتشوفو واش دايره لينا هنا عارض الازياء عارض الازياء ديال الدبات هانتوما يبان ليكم التوب ديال سميتو المليفه البنات ها نقرب لكم الكاميرا مليفه ديال الكاليتي ها هي شتي البنات جايه مخدومه هكا فهاد الطرزات هنا هاد الشاشيات البنات هادي هادو تكمشوا لعلم حيت كنت جايبها راكم عارفين السفر من المغرب وداك الشيء جابها دايره وعلم كنظن غادي تحدد ما عرفتش البنات واش كتحدد ولا لا انا قلت الخياطه كامل هادي تكمشوا لي هانتوما كتشوفوا هادو البنات والمبعنه صراحه راه بايعينهم ثمن شويه زايد حيت من بلاصتو مخيطها ثمن زايد ولكن دابا اللي غنجيب ان شاء الله تقدروا تدخلوا التليجرام بالمليفه 80 اورو المليفه الكاليتي الزوينه 80 اورو اللي غادي نجيب حاليا يعني اللي غاتريزيرفا من اليوم وهو زين دابا عندي تقريبا دابا جوج خياطات كاينه الخياطه اللي كنتعامل معها في اكادير وكاينه خياطه اخرى في فاس خياطه وخياط فاس هادو جوج فاس يعني هذه ديال الخياطه اللي خيطتها لي في اكادير وكاينين اللي جايه هاد السيمانه ان شاء الله عندي وحدين شاريهم من فاس من عند خياطه في فاس حتى هما المليفه الكاليتي زوينه وصراحه حنا كنشوفوا عاوتاني على حسب الاثمنه الثمن اللي غيسلكني الثمن اللي يسلكني غيسلك حتى الناس ما حد قال لي زيد الماء زيد دقيق كناخذ انا بالثمن قل كنبيع بثمن قل اسمحوا لي البنات جاني ابيل وفي الواتساب دابا نحيد كاع الكونيكسيون باش نقدر نفيلمي على خاطري كيف لكم يعني زيد الماء زيد دقيق تخدات تقل كيتباع قل وكي قالت لي الخياطه قالت لي راه قلت لها خاصك تحاولي تنقصي لي الثمن قالت لي لا مريم راه الخدمه ديال الخدمه ديال اليد وزيد التوب كاليتي وكلشي وما عارفين كي كيبدا يحسبوا وانا صراحه الثمن باش كناخذ به كيجيني ثمن تقسيط يعني ماشي خاصني نشرح لكم ماشي مفروض عليا نشرح لكم ماشي ملي كنحطكم في الصوره والله الا الثمن باش كنجيب هو اللي كنجيب به انا الجمله كانتيضات هو اللي كيجيب به مول بياسه انا بقى فيا الحال حتى انا كنجيب يعني كانتيضات كبيره نورمال ملي كيولي عندنا واحد الثمن حنا خاص للجمله ما كاينش هذاك الثمن باغ كونط هذاك اللي في فاس دار معايا ثمن مزيان انا خديت من عنده 4 د البياسات ودار معايا ثمن مزيان اللي يعني اللي مسلكني باش انا نقدر نبيعو حتى انا بثمن ناقص مهم كلشي دخلوا البنات دخلوا التليجرام وغتلقاو الموديلات مع الاثمنه والالوان كذلك اللي بغيتو هادي هانتوما نشوفكم صراحه زوينه والله شفتي كتبان مهمه هانتوما ها هو هادشي اللي كاين البنات دابا غادي نعاود نحاول نشوف نلبس لكم عاوتاني موديلات اخرين المهم هانتوما غير هذا كحلو عويناتكم وشوفوا انتم تشوفوا اللي سلككم صراحه هذا الموطار جمع هذا لغوا هذا الزرق الملكي جمعه كي حمق والله الا جمعه كي حمق عجبني جا فين مع اللون فاتح جمع داك اللون مغلق
هرسوا وجا زوين. هاد الالوان كامله الوان صيفيه ما شاء الله صراحه. الخدمه ديال البلاد ديال المغرب شي حاجه روعه. المهم هانتوما البنات، جيتكم عاوتاني الموديل الثاني، كنتمنى يعجبكم صراحه. عجبني هاد السومو، هذا كيبقى كقصيره من عندها هي الخياطه صراحه. حتى هذا الموديل انا عجبني، عاد قلت لي هاد الوريده هذه هي اللي ما عجبتنيش بزاف، هذه ماشي بلاستيك جايه بحال زاج. هانتوما سمو وهذا راه هذا عمر الصق، هي جايه كاملها بهاد مجموعه برانطه من الفوق حتى لتحت، مجموعه برانطه وهذا عمر الصق بحال اللي مشى لي هذاك من البيت ومن الصق. يعني جلابه خفيفه مخدومه بالساتان، الساتان اللي داير بحال الكريم. انتم كي كتشوفوا البنات يعني جايه كذلك مجموعه بهذاك النيت بهذا، ها هو نحاول نوريكم شويه مجموعه به وفيها عقيقات هنا جايه محلولاش، يعني عمليه جايه دايره لي هاد هنا هرساتو بهادو. عجبني صراحه بهاد باش هرساتو هنا بحال الفلوريس، وخفيفه وزوينه. وكذلك من هنا القب البنات حتى هو درت له هذاك الشكل، حتى هو لبساتو بهذا بهاد التوب هذا النيت هنا هكاك لبساتو به، جا صراحه زوين هنا صراحه زوينه. هذا البنات اللي بغاتها ب 55 اورو، بغاتها تقدري ديري اي اقتراح بحال انا الاقتراح اللي قلت ليها ما ديرش هذا، تهبطها عاب هذيك السنته وتنبسها بشي شويه ديال العقيق بحال هذيك الاولانيه وصافي. حيت علاش عجبني هذا الكولور هكا جاي مبهج، هذا السومو هذا عجبني، ومع درت له هذا النيت هنا ديال هذا الفلوريس صراحه جذبي. هانتوما كي تشوفوا يعني جا زوين من هنا عاوتاني من هنا من جهه العنق حتى هو جفن عجبني. يعني بهذاك الاقتراح ديالي انا هذه ب 55 اورو، جلابه خفيفه تقدر دير لك بهذا الساتان نيت، هذا الساتان اللي جاي بليط ها هو كي زوين، ولا تقدر دير لك بالكخاف اللي بغيتي مليفه اللي بغيتي، ولكن مليفه ما غايكونش ثمنها 55 اورو، يزيد شويه ثمن. ايوا هادشي اللي كاين البنات، يعني انا هي كنجبد لكم في الكوليكشن، ومازال ان شاء الله مازال جديد لقدام هنا اللي خدامين خصني حيد هادو باش نقدو. باقي دابا واحد جلابه هي اللي غادي نلبسها وغنختم معكم ان شاء الله لا فيديو. المهم البنات هذه هي الجلابه الاخرى، اش بغيت نقول لكم، هي خدمه الجلابه هذه قالت لك بحال شكل جبادور اللي بغاتها بحال بالنسبه لرمضان، ولا راكم عارفين بالنسبه قالت لك رمضان هاد العواشر هكا جايه بحال جبادور. وعرفت اش من جبدها بغيت باش نلبس مع البلغه الكحله ديالي، عندي واحد البلغه كحله نوريكم البنات، ها هي هذه كتجي بلاتفورما لقيتها فرده ما لقيتش فرده، ما عرفتش البنات واش كاملكم كتعانيو بحالي ولا انا. اقسم بالله البنات الا كنجي كنلبس الصباط ما كنلقاش الصبابط، ولدي في واحد البليه كيرمي ليا من البلكونه ماشي مره ماشي جوج، والدراري مع باسلين في الزنقه كيهزوا داكشي، وكاين حدانا واحد الكاسل وكيرميه فوق داك السطح ديال الكاسل، وبقيت هكا عندي السبرديله كنرتاح فيها، واحد السبرديله كنرتاح فيها بزاف خديتها في شهر 6 ديال الرايبوك فنا كنرتاح بها كنرتاح، يعني صراحه عطيتها بالدرك ما عندي بزاف سبرديلات ما كنبغيهمش، هي هذه كنرتاح فيها. جيت لبسها لقيتها فرده ما كايناش والله الا قلبت الدار. الصنداله الطاكون ديالي واحد المره جيت كنصور لكم بغيت نلبس البسكسه وشيت نقلب عليها والله ما لقيتها، يا كاع بجوج ما لقيتهاش. ها هي عاوتاني البلغه كذلك الولدي رايان كيرمي فيه بليا، وعييت ما نضربو نضربو اليدين ونقول له نو هذاك الشيء مال هذا الشيء خايف، وعارف حتى كيرمي وكيشوف فيا ما بغيتش نقول لكم. يعني دابا غادي نلبسها لكم بلاطالون البنات، هذه شي شويه جاتني مزيره شي شويه من جهه السدر، هي راه عامها القياس ديالي وما عرفتش دوك الجلد كام هم درتهم قياسي، هذه شويه جاتني ولكن راه زدت انا البنات في الوزن في الاخر، ما قاعد واش ستريس ولا الاعصاب كناكل الحلاوه بزاف واش نتوما هكاك اعصاب بحال كينفخوني.
جاتني شي شويه مزيره من جسر واني ماشي مشكل. عاد زدت الرضاعه عاوتاني. المهم امسكوا وشوفوا كي قلت لكم درتها في اي لون بغيتو، درتها بحال الشكل ديال الجابادور. هنا هابطه درتها بهادو، غنحاول نقرب لكم البنات. شفتوا هادو فيهم هذاك العقيق بلا تحساني، درت لهم الشاشيه هانتوما البنات كتجي هكذا. حتى هي البنات الثمن ديالها 55 اورو هانتوما. ومن هنا درت لها السروال راه قصيره البنات، يعني الا تلبس ماشي حاجه طالون غتهز، هي اصلا جايه قصيره هانتوما شفتوها، هي اصلا درتها بحال شكل الجبابر بالثوب ديال الجوهره البنات. ها هي اصلا قصيره شفتو، يعني ماشي حيت جاتني انا قصيره ولكن هي دارتها قصيره، قالت لك درتها على شكل الجبادور. لبسها مع شي بلغه عاليه ولا عاد بلغه هكاك، بس نشوف نجيب لكم واحد البلغه نلبسها. انا البنات جبت البلغه، جبت البلغه ديال واحد القطان هي اللي جات. المهم تقدر تلبسها مع بلغه، تقدري تلبسها هكاك مع الطالون. ايوا البوي هانتوما كي كتشوفوا من هنا جاي من هنا بهذا. المهم هادشي اللي كاين البنات. غادي نحاول نعلم نلبس ليكم واحد القميص، ها هو. المهم شوف واحد الشوفه اخيره، الكحل ما راح مرغين صراحه الكحل هادي نموت عليه. اييه الكحل الاحمر صراحه كيجي زوين. المهم شنو بان لكم لبسيكم هذا؟ انا غادي نلبسو نشوف الا ما كيبينش، غادي نلبس لكم تشوفوا كيبين. ما شتوني ما شتكم، المهم انا غنجربو البنات ونشوف. ايوا ها انتما البنات، تقول انا عروسه رايحه صراحه عجبني مع جايب هاد الجوهره، جاي الثوب خفيف وزوين كيجي البنات من هنا منبته، ماشي منبت هادي راه كتباع كنلصقو هكا، ثوب خفيف وزوين. هي خيطاتو ليا، هذا راه صيفطاتو ليا ريغالو الله يخلف عليها. ها انتما جي هبت لهنا بالبلغه ديالو، والبارح راجلي قال لي صافحه ولا كمان مالنا متفركسوش. هذا صراحه لشي عيد ثوب خفيف بارد زوين لشي عيد البنات. كشتو دير اللي عندك نستوك زوين والله، يعني شي حاجه زوينه خفيفه هكا البنات. تيبقى الثمن ديالو ب 60 اورو ولكن راه دارت معايا دابا الحسات ليا في من هنا الدنيا الدريه، غادي يبقى لنا دابا 55. اللي بغا مرحبا بالنسبه لي، هادو لا كوموند جديده ولكن ما راه هي اللي مخيطه البنات، ماشي هادوك اللي كيتباعوا هكا هكا وعلى البق والسير، لا هي اللي مخيطاهم الثوب ديالها كي كتشوفوا هذيك سميتها الجوهره رطيبه وزوينه. نتوما كي كتشوفوا راه كتزعزع بوحدها محرحره. ايوا هادشي اللي كاين البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وكنكون نتمنى نكون خفيفه عليكم صراحه. المهم الا كتعجبكم القناه ومازال باغين المزيد، بقى كل مره فيما كان شي جديد عندي نوريه لكم، وفيما كان شي حاجه نوريها لكم وما نغيبش عليكم. شجعوني بارطاجيو ولي لايك، وحتى دوك لي ديزلايك ماشي مشكل، ديزلايك راه كنعرف بانها راه كاين شي واحد مادام دار ليا ديسلايك ولا كتب ليا شي كومونتير مال الا خليتي واحد الحرقه خاصو يكومونتي، يعني راه درت شي حاجه. هادشي اللي كاينه البنات، كنتمنى الفيديو يعجبكم، وبالنسبه للتعامل ديالي كنتمنى يعجبكم البنات. المهم الشعار ديالي دائما هو قص حسن كذاب والجديه، هادشي اللي كنعرف. والوقت واخا كنبغي ندير شحال من حاجه بيرو الوقت تخدمنا، وإلا ماشي مشكل بالاصرار والعزيمه الواحد كيوصل. هادشي نقدر نقول لكم البنات، الا بغيتو دخلوا للتليجرام، القناه ديال التليجرام تلقاوها في صندوق الوصف هنا، والنمره ديال نوره والنمره ديال هدى تلقاوهم بجوج. راه كاينه نوره حداها نوره مودا ماري، كاينه حداها نمرتها تلقاوهم تحتها هدى هدى مريم مودا ماري، حتى هي غادي تلقاوها النمره ديالها تما. يعني ايكوال البنات، انا نقول لكم واحد الحاجه، فاش كتدخلوا عند نوره شي ما جاوبش تدخلوا عند هدى كتسولوا كتكون في الرمه بجوج، جاب الله كيبقى ردوا البال. لا راه كي نوره كي هدى، كي هدى كي نوره، راه ايكوال. ما هذه ما غاديش تفيدك في من هذه، حيت تيبقاو كاملهم راه كيرجعوا لعندي، يعني اي حاجه اي سؤال اي حاجه
راه كاملهم كيوليو كيرجعوا عندي، يعني بشحال من حاجه بشحال من حاجه غادي اختار الفوري ما عارفينش، ما كاينينش معايا في الدار باش نعرف الفوري اللي عندي. راه حتى كيجيو حتى كتقول لي نورا وانا قلت لها هذه ما كايناش وداك حساب هذه ما كايناش، كنقول لها لا راه كاينه، ولا كيحسبهم كاينه وكنقول لهم لا راه ما كايناش. يعني هذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى مريم والبنات اللي خدامات مع مريم يكونوا يعني يكونوا يكونوا في داك المستوى اللي بغيتو نتوما، كتمشي كيمشيو بيا هضرات يكونوا في داك المستوى اللي بغيتو نتوما. هادشي اللي كنقول لكم على البنات احباباتي وصحاباتي، الله يعاونكم وتهلاو ودخلوا التليجرام، هو اللي كنحط فيه كلشي، ومازال جديد ان شاء الله بمناسبه الشهر الكريم، وكاينه واحد القنبله لهذا الشهر الكريم ان شاء الله يا ربي دابا نطلقوها تنفجر علينا كاملين بالخير بالخير ان شاء الله يا ربي. يلا تهلاو البنات وبسلام عليكم، وما تنساوش هادشي كامل بالمقاصات. يلا باي باي.